عدنا إلى حضراتكم مرة أخرى. الملف اللي احنا بنتابعه منذ شهرين طبعا بتفرض الأحداث كالعادة، بقول لكم كل يوم ثلاثة من الأحداث في غزة بتفرض نفسها، ولكن احنا خلاص احنا على بعد أيام من الانتخابات الرئاسية في الداخل المصري. انتهى تصويت المصريين في الخارج. اسمحوا لي في البداية أرحب بضيوفي في هذه الفقرة وهي المجموعة الدائمة معنا تعليقا على الانتخابات، أستاذ الدكتور عصام شيحة المحامي بالنقد وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أهلا بيك معايا. والأستاذ الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري، أهلا بيك معايا. وزميلي العزيز الدكتور صبحي عسيلة الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. دلوقتي ما عنتش زميل، أصبحت ضيف، ها؟ خد بالك عشان هنكمل مع بعض في هذا الإطار. خلينا أقول لحضراتكم الأخبار الجديدة في الحملات الانتخابية. تستمر الحملات الانتخابية وتستمر الأنشطة الانتخابية. النهاردة بطريرك الأقباط الكاثوليك استقبل المرشح الرئاسي فريد زهران ووفد من حملته الانتخابية. دي الأحداث اللي حصلت النهاردة. الحقيقة فريد زهران من أكتر المرشحين نشاطا على مستوى المؤتمرات. لو تشوفوا كم مؤتمر عملهم فريد زهران، تقريبا غطى معظم محافظات مصر وانتقل من الشمال إلى الجنوب، من الأقصى الشرق إلى أقصى الغرب في المحافظات المختلفة، وتحدث مع يعني أهو في زيارة إلى الكنيسة الكاثوليكية، وكلم عن تأثيرها الإيجابي في المجتمع المصري في الثقافة والتعليم، وعمل عدة كلمات النهاردة في هذه الزيارة من أعضاء حملته تجاه الكنيسة وتحدث مع الكنيسة. وبعد كده هنتقل بكم الى حملة المرشح الرئاسي، حملة رسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، استمرار للقاءات، استقبلت وفدا من الشباب المصري، وطبعا المستشار محمود فوزي كان في استقبال هذه المجموعة ورحب بزيارتهم لمقر الحملة. عايز اقول لحضراتكم ان العديد من التجمعات الشبابية المختلفة ستنضم للحملات الرئاسية، وهتشوفوها في الايام القادمة، هتشوفوها امام اللجان في الأيام القادمة وفي أيام الانتخابات، سواء لأي مرشح. أنا لا أتحدث فقط عن المرشح عبد الفتاح السيسي، وطبعا هم راحوا وتحدثوا عن شكرهم لاهتمام الرئيس بالشباب وبالمرأة. بالنسبة المرأة عايز أقول لكم أن رئيسة المجلس القومي للمرأة بتقول، وده طبعا أنتوا كلكم عارفين، أن المرأة أصبحت الحصان الرابح دائما في الانتخابات، وتحرك المرأة المصرية ومشاركتها في الانتخابات والدعم بالمرأة أو تمكين المرأة في السنوات الماضية بدأ ينعكس في صندوق الانتخابات وبشكل واضح وبقوة واضحة. رئيسة المجلس القومي للمرأة بتقول أن المشاركة في الانتخابات القادمة حق دستوري أصيل وواجب وطني على كل فرد. أسمعكم جزء من كلمة مايا مرسي ونرجع لحضراتكم تاني. رسالتي النهاردة لكل سيدة مصرية وطنية أصيلة، انزلي وشاركي بصوتك في الانتخابات الرئاسية 2024. دورك كان عظيم ومشرف، ورفعتي راس مصر وأبهرتي العالم في كل الاستحقاقات الدستورية اللي فاتت، والنهاردة مصر بتناديكي من جديد عشان تكملي دورك الوطني العظيم. ده حقك وحق البلد عليكي، وصوتك ده هو اللي هيحدد شكل مستقبل بناتك وولادك، وهو اللي هيحافظ على أمن واستقرار بلدنا الغالية مصر. يلا شجعي أسرتك وجيرانك وانزلوا من جديد، وصلي صوتك للعالم عشان يعرف إزاي الست المصرية هي الظهر والسند لبلدها. صوتك مهم وبيفرق، صوتك أمانة وبلدك أمانة، ومصر بيكي أقوى وأجمل. دكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة. عايز أقول لحضراتكم إن كل اللي قالته الدكتورة مايا مرسي مهم جدا لكل امرأة مصرية في كل حتة، وصدقوني هي اللي هتكون الفارق، وهتشوفوا التصويت بتاع المرأة هيكون عامل ازاي بكرة. بقى بكرة المؤتمر الانتخابي الختامي للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة. عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد اختار ان مؤتمره الختامي مش مؤتمره البداية، هيختم في مسقط رأسه بمنيل شيحة في مؤتمر يعقده غدا. غدا ايضا حازم عمر يعقد مؤتمرا جماهيريا، المرشح الرئاسي عن رئيس حزب الشعب الجمهوري او عن حزب الشعب الجمهوري، هيعمل مؤتمر جماهيري لمناقشه مشكلات قطاع القاهره وجنوب ووسط الدلتا. بتستمر هذه الحملات قبل الصمت الانتخابي، لسه قدامنا يومين على الصمت الانتخابي، ومن حق كل الحملات ان تتحرك وستتحرك بقوه في الفتره القادمه. استاذ عصام،
رؤيتك ايه لتصويت المصريين في الخارج قبل ما نخش على الداخل؟ خليني اقول لك الملاحظه الاوليه، انه في ازدياده مضطرده في تصويت المصريين بالخارج. جميل. وانا اتصور انه من الاسباب المنطقيه وراء ده هو اهتمام الشان، اهتمام المصريين باحداث غزه انعكست بشكل كبير على الشعور بالانتماء، على الشعور بالولاء للوطن، على المشاركه في صناعه المستقبل. وخلينا اقول لك انه احنا يوم الحد 10 هنحتفل بمرور 75 سنه على الميثاق العالمي لحقوق الانسان. ما بلاش دي، انت قلتها لي ضحكتني المره اللي فاتت. ارجوك ميثاق ارجوك ايه؟ ارجوك انا قصد اقول ليه يا استاذ محمد، لانه انا حطيت قدام مني الماده 21 من الميثاق العالمي لحقوق الانسان اللي بتتكلم عن الانتخابات، وهي بتقسم عمليه الانتخابات بين الشان الداخلي وبتنعكس بالضروره على ما يحدث في غزه. المادة بتقول إيه؟ لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية. لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة. إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين. مقصود بها إيه؟ إنه الانتخابات هي السبيل وهي الطريق الوحيد للتداول السلمي للسلطة. المصريين أبهرونا في الخارج، أنا تابعت بشكل دقيق جدا، لقيت فيه كل المؤشرات كانت بتقول إن في كثافة في التصويت، وكان في الأول مرة عدد كبير من الشباب، يعني شفنا بالذات في منطقة الخليج شفنا الكاميرات ركزت على عدد كبير من الشباب. انت دي رابع مره ينتخب المصريين في الخارج، خد بالك قبل كده ما كانش ليهم. شوف انا عايز كل مره تزيد شويه، عارف لو تزيد 1% 2% كل مره. لا زادت وشفنا الكلام اللي قالته مايا مرسي مهم جدا، انه كان فيه حضور ملحوظ للمراه. انا باكد لك ان كان فيه حضور ملحوظ للشباب، كان فيه زياده مش معهوده في التصويت في الخارج في الانتخابات في انتخابات الرئاسيه. كل ده هينعكس على الحملات في الداخل، وهينعكس على كثافة التصويت في الداخل في مصر. طيب دكتور عبد الله، رأي حضرتك ايه؟ طيب خلينا في البداية ان احنا نقيم المرحلة اللي فاتت. المرحلة اللي فاتت انا ليا عليها ثلاث ملاحظات. الملحوظة الاولى اللي انا لاحظتها في الفترة بتاعت انتخابات المصريين في الخارج وحتى هذه اللحظة، هي فكرة الحيادي الايجابي لمؤسسات الدولة. احنا شفنا، ويمكن احنا بنتكلم اهو في قناة من قنوات الشركة المتحدة، اعطت الشركة المتحدة للإعلام دقائق متساوية لكل الحملات. حضراتكم 100 دقيقة. حضراتكم كمان بتغطوا الحملات الأربعة، يعني انت حضرتك وانت بتتكلم بتقول حملة فلان وفلان وفلان وفلان، الأربع حملات. إذن فكرة الحيادية الإيجابية لمؤسسات الدولة أولا بالنسبة للإعلام وبرضه في تلفزيون الدولة المصري. نمرة 2، فكرة الحيادية لمؤسسات الدولة الأمنية، لأن فكرة أن يكون لكل مرشح مؤتمره ولقاءاته الجماهيرية ويتم حمايتها من قبل الأمن للمرشحين الأربعة، برضو ده ترسيخ لفكرة الحيادية الإيجابية لمؤسسات الدولة المصرية. أيضا حتى المؤسسات والوزارات، ودي احنا قلناها من ضمن المحظورات، ان ممنوع اي وزاره تتدخل، وممنوع 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 وممنوع، ده حتى هذه اللحظه فكره الحياديه الايجابيه موجوده حتى هذه اللحظه. يبقى دي الملحوظه الاولى، الحياديه الايجابيه لمؤسسات الدوله بما فيها الهيئه الوطنيه للانتخابات. الملحوظه الثانيه هي فكره المصريين بالخارج. المصريين بالخارج فكره التشبث بحقهم الدستوري اللي موجود في المواد 87 و88 من الدستور، لدرجة ان احنا شفنا في دول الاتحاد الاوروبي امهات واخدة اطفالها الصغار. ده فكرة ترسيخ الوطنية لدى هؤلاء الصغار. شفناه ده في بعض السفارات لما لقينا شباب عمرهم 18 سنة لاول مرة في حياتهم انتخبوا في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، وحرص هؤلاء الشباب على التواجد داخل السفارات. هيتعودوا، ما هو خد بالك انا بالنسبة لي واقف قدام صورة انا ما كانش حد بيديني الحق ده، ويمكن عايز اقول لكم
وده لا اعتب فيه على الدولة، الدولة لسه بتجرب، ما هو لازم يصل في الامر ان هو يسمح للجميع. صحيح. ناس بتقول لك ايه، ناس كتير ما راحتش. يا جماعة المصريين في الخارج ما كانوش مرتبطين اساسا بالسفارات غير في اوقات، يعني عايز اقول لكم يعني مرة في السنة. فانت النهاردة لما تقول له انتخابات وغيره وغيره، هي مجموعات ومجموعات بتشد مجموعات، هتشوفوا ايه، في تطور وزيادة في الاقبال او اهتمام بهذا الاقبال، لغاية لما توصل لهم لصيغة أن يشارك الجميع من الموجودين، وأنه يسجلوا أسامهم، وأنه يكونوا. دكتور صبحي، قبل ما نطلع فاصل سريعا، تعليقك على تصويت المصريين في الخارج. طيب طالما سريعا، يعني أنا بالأمس وأنا كنت مهتم أعرف دول، يعني بالأمس كان في حلقة في قناة القاهرة الإخبارية بتتابع الموضوع ده، وكان مستضيف أو سأل زميلنا عمرو خليل الأربع مسؤولين أو مسؤولين قانونيين أو المتحدثين باسم الحملات الأربعة، كلهم أكدوا على نزاهة العملية، على أنه لا توجد مخالفات ولا توجد أي شكاوى من جانبهم. إلا أربعة قالوا نفس الكلام. إذن دي شهادة من مسؤولي الحملات أنه الانتخابات تمت بنزاهة واضحة، بحيادية واضحة، بإجراءات سهلة جدا. الأمر التاني، النقطة التانية برضو عشان بسرعة، ملاحظة التانية اللي أبدوها واللي أبداها بعض الناس بتفكر فيها، يعني هي قصة الصعوبات اللي بيواجهها المصريين في الخارج عشان يروح يصوتوا. الصعوبات دي مش متعلقة باللجنة، بعد المسافة، متعلقة ببعد المسافة، متعلقة بالأجواء. احنا كنا في أجواء في بعض الدول أجواء صعبة جدا ومطر، وعشان كده بتقول بنتدرب. اتصور ان احنا مع التجربة مع الممارسة يمكن التفكير في ده، واعتقد استاذ عصام معانا القانون ممكن يسمح بده، ان احنا نسهل وندرس كلنا ونتناقش ازاي نقدر نسهل الموضوع ده اكتر واكتر، بحيث تاني المصريين يبقوا موجودين في الانتخابات بشكل اكثر كثافة. بالظبط. هنطلع فاصل وهنرجع تاني ونعود بقى على الانتخابات داخليا الحياة اليوم. المؤتمر الحاشد اللي بيضم كل الاطياف المسلمين والمسيحيين، المراه والرجل على كل قلب رجل واحد، دئنا كلنا هنا لنؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتره رئاسه قادمه. بكل الحب جئنا نؤيد فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتره رئاسيه جديده، لاسباب رجل تحمل امانه الوطن وحمايه ارضه وحدوده، وعلى كل شبر من ارض مصر وضع السيد الرئيس بصمة لمواطنين، عمل على حياة كريمة، قام بتسليح جيش أصبح من أفضل 10 جيوش في العالم. شفنا مبادرة حياة كريمة اللي حولت كثير من الناس الساكنة في عشوائيات، ملايين الناس عايشة في عشوائيات، إلى مساكن آمنة مكتملة الخدمات، حمتهم من مخاطر صحية ونفسية واجتماعية. فاحنا دايما بنقول نعم للإنجازات، نعم للتقدم، نعم للعمل من أجل بلادنا الحبيبة مصر. استكمالا لعشر سنين مروا من رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر، بدأ فيها في الكثير من عمليات التنمية داخل الدولة المصرية، بدأ يرسي قواعد للدولة المصرية على المحاور الثلاثة المهمة بالنسبة لنا، المحور الأفريقي والمحور العربي والمحور الإسلامي، بدأ يخطط لدولة مصرية كبيرة عظيمة تكون على مصاف الدول المتقدمة. عمليات تنمية بتتم في كافة ربوع الدولة المصرية. جمع كبير جدا من شعب أسيوط شمالا وجنوبا جاء ليجدد العهد، ليقدم الولاء والوفاء والعرفان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قدمه في الفترة السابقة من إنجازات متعددة على جميع الأصعدة. عدنا لحضراتكم مرة أخرى. حبدأ بيك دكتور عبد الله بعد إذنك.
نخش بقى على الشأن الداخلي. الثلاث أيام الأخيرة قبل الصمت الانتخابي، التصويت هيكون يوم الأحد، الصمت هيبدأ من الخميس بالليل، للجمعة والسبت مفيش أي دعاية انتخابية. توقعاتك في الأنشطة الأخيرة وبداية التوقعات للثلاث أيام بتوع الانتخابات، الأحد والاثنين والثلاث الجايين. أنا بس كنت أأمل أن يكون الحملات أكثر دراسة لكل محافظة على حدة، يعني كل محافظة على حدة. يمكن دكتور صبحي بقى عارف الدراسات أكتر مني، أن كل محافظة لها مخاطبة معينة تختلف عن الأخرى، والكتل التصويتية في كل محافظة تختلف عن الكتلة التصويتية الأخرى. وعندنا محافظات الكتل التصويتية فيها كبيرة للغاية، يعني لما نيجي نتحدث على محافظة زي الدهقلية، محافظة زي الشرقية، محافظة زي الغربية، المحافظات دي فيها تكتلات طبعا بخلاف طبعا القاهرة والأسكندرية. كان لازم يبقى مخاطبات الحملات الانتخابية. أنا ملاحظ أن حازم عمر حزب الشعب الجمهوري عمل كده، قال لك أنا قسمت القاهرة إلى أربع أو مصر إلى أربع قطاعات، وأخدت قطاع مجموعة من المحافظات الشرقية، مجموعة من المحافظات الغربية، وبدأ يكلم على كل حاجة وبما فيها مؤتمره الأخير اللي هيعمله بكرة. دي حتة. الملحوظة الثانية وأنا بشكرك عليها، إن المرأة هي هتبقى المرجح الأكبر في هذه الانتخابات. يعني باختصار شديد جدا، اللي يقدر يكسب المرأة المصرية ومخاطبة للمرأة المصرية، أعتقد ده برضو من الحاجات اللي هي تنجح. في الصعيد أنت بتتحدث على كتل تصويتية لها مخاطبة مختلفة. فكرة المخاطبات ودراسة دي حاجة على فكرة، يا ريت الحملات الانتخابية فيما بعد في السنين القادمة تحطها في اعتبارها، لأن أنا ممكن خطابي في محافظة زي محافظة أسيوط يختلف عن خطابي تماما في محافظة زي محافظة مش الشرقية. البرنامج إنما طريقة الخطاب والتخاطب. طريقة الخطاب ده مهم جدا. رأيك إيه في الطرح ده دكتور صبحي؟ يعني أنا يعني موافق بنسبة معينة، بمعنى إنه البرنامج لما حد أي مرشح بيروح أي مؤتمر جماهيري بيبقى عنده الأسس أو المبادئ أو الأعمدة الرئيسية للبرنامج بيعرضها، ثم يجي للدكتور عبد الله بيقوله، بيبقى عنده أجزاء متعلقة بهذا الإقليم، يعني إذا هو في أسيوط وده المفروض حزبه أو ناسه صحيح. أو تكتلات بيقولوا له ان هنا هنركز، هنقول نفس البرنامج وهنقول الاعمده الرئيسيه، بس هنا هنركز انه المنطقه دي صناعيه، فاحنا هنتكلم اكتر على الصناعه، وهنتكلم برضه عن الزراعه، لما نروح لبحري مثلا هنتكلم عن الزراعه الى اخره. كل انت ما بتقرب من ده معناه انك قاري المشهد، هو ده الخريطه بشكل مختلف. الحاجه الثانيه واللي انا اعتقد فيها برضه ده مبرر شويه دكتور عبد الله ليه، ويمكن موضوع الاعلام. هو طول الوقت بيعتمد على ان الكلام ده هو مش هيقدر يوصل لكل منطقه ولا الكل ولا الكل، صعب جدا جدا في بلد زي مصر انك تعمل ده، وبناء عليه بيعتمد على الاعلام، انه هذا يتم تسويقه اعلاميا، تلفزيونات، سوشيال ميديا، غيره وغيره، منصات الى اخره، فبيستخدم نفس الماده اللي بيقولها في مؤتمر ما بتستخدم كتير علشان تروح لبعض الناس او لقطاعات عريضه من الجماهير، فعشان كده بقى محافظ على الجسم الاساسي للرساله عشان يقدر يمكن استخدامه اكتر من مره. لا خليني اقول لك، في الانتخابات الرئاسيه احب قوي لما كل واحد فيكم يبقى ليه راي مختلف. يعني هو بس قال لك انا متفق جزئيا، بس انا عايز اقول حاجه وانت قلت لا. خليني اقول لك على طول بادئ كلامك بلا. الانتخابات الرئاسيه مختلفه عن انتخابات الاداره المحليه ومختلفه عن الانتخابات البرلمانيه. لما نتكلم عن الاداره المحليه انت بتتكلم عن الحي وبتتكلم عن المركز وبتتكلم عن القريه وبتتكلم عن على النجم. لما تتكلم عن الانتخابات البرلمانيه انت بتتكلم عن الدوائر الانتخابيه. لما تيجي تتكلم عن الانتخابات الرئاسية انت بتقول رسالة واضحة وبرنامج واضح كرئيس للجمهورية هتطبقه على كل المصريين. ما تقدرش في كل مكان لما تروح انك تخاطب الناخب بانك هتحقق له المصلحة الذاتية اللي هو عايزها. عندك يعني رد؟ عندي رد طبعا. قول. عندي رد. هقول لك ليه. لما نيجي نشوف تحليلاتنا للانتخابات الأمريكية، وانا شفت الكلام ده مع ترامب لما جم قالوا له خلي بالك هنا في المكان ده انت خاطب اكتر كبار السن وقول هتعمل لهم كذا في الولايه دي، هنا مسيطر الشركات اكتر، يا ريت تبقى مخاطباتك اني هعمل كذا للضرايب. قولا واحدا، الانتخابات الرئاسيه مرتبطه ببرنامج هتطبقه، برنامج سياسي، هتعمل اصلاحات سياسيه، هتعمل اصلاحات اقتصاديه، هتعمل اصلاحات اجتماعيه. انت لا تستطيع انك تخاطب فصيل
دون الآخر أو فريق دون الآخر للكل. يعني للكل أنت رئيس لكل المصريين، فلما بتتكلم بتتكلم عن نهضة الدولة المصرية، عن نهضة المجتمع، مش بتتكلم عن حي أو ممكن في التفاصيل في الداخل تقول إنك أنت هتعمل ظهير صحراوي مثلا في الصعيد، إنك أنت هتزود شوية في وجه بحري، لكن يظل الخطاب العام للرئيس هو خطاب عام فضفاض يغطي كل بقاع الوطن. خليني بس اقول حته صغيره، انا اتفهمت غلط في الحته دي. لا ما اتفهمتش غلط، بالعكس انا فهمته كويس جدا. لا هو المقصود بيه ايه؟ انا مش قاصد ان انا اعمل 70 خطاب، مش مقصود بيه كده. انا في عندي برنامج عام زي ما حضراتكم قلت، وانا متفق معاكم في ده، في حاجه اسمها البرنامج العام، الاعمده الرئيسيه زي ما قال الدكتور صبحي. بس انا دلوقتي النهارده في ولايه نيويورك، نيويورك مشهوره بايه؟ مشهوره بكذا. فيتم لمس حته معينه موجوده فيهم، وعلى فكره هيكون في اطار البرنامج. يعني انا مثلا انا عندي في برنامجي تخفيض الضرائب، فباجي عندي في ولايات معينه ما بيهمهمش دي، لانها مثلا ولايه ما فيهاش عدد كبير. هو يا دكتور انت عندك مركزيه مش لا مركزيه، كل ما تروح ولايه او اطار لا مركزيه تلمس حته معينه. بص طقم سياسي طقم سياسي عشان تعرفوا، بس احنا ما بنتفقش على الكلام، ولكن احنا بنحترم الاراء المختلفه عشان ندي لحضراتكم انطباعنا عن الانتخابات. هكمل برضه على الجزء ده واللي انا قلته في المداخله الاولانيه. اصل انا هتكلم انا كمان، مثلا حمله رئاسيه بتقابل شباب الجامعات، هيقول الاعمده انما هيبقى تركيز تاني على انه في هنعمل ايه في الشباب. هو ده هو ده اللي انا على مستوى الجمهوريه. صحيح طبعا، مش هيتكلم عن جامعه القاهره وجامعه دي نقطه الاتفاق اللي بيننا دلوقتي. اسمحوا لي اتكلم بصفتي يعني راجل، يعني ليا متابع شويه. كل اللي هم قالوه صح، كل اللي اتقال صح. الفكره هي ان احنا لسه في مصر ما زلنا، وانا بعترف لكم ان كل مواطن عايز اي حد سياسي قدامه بيكلمه يكلمه عنه هو شخصيا. صحيح. يعني انا مش عايز اقول لكم، ما احنا كنا اعضاء مجلس الشعب بيجي نيجي نتكلم مع الراجل يقول لي تعالى هنا ده في محل فات كشك بيعلي الراديو. طب انا مش محليات، انا ماليش دعوة. ازاي وازاي؟ انا ما بقولش ان المرشح للرئاسة يعمل كده، ولا بقول انما هيجوا يكلموه يقولوا له ايه؟ لازم تتكلم على ان المحافظه دي فيها ازمه في الصرف الصحي، لسه ما دخلت لهاش، ما انت لازم تتكلم تشعره بخصوصيه الحديث السياسي. ايوه ادي العرض بتاعي، وده يمكن اللي بيتكلم عنه الاستاذ عصام، لسه الناس ما عرفتش الفرق، لسه احنا بنتكلم على يمكن اقول لكم حاجه، احداث غزه اثبتت للجميع ان في بعد تاني خالص في اداره الدوله. طبعا هو عايزك تنزل تكلمه على سعر كيلو السكر وكيلو الشاي والدنيا عامله ازاي، وهتعمل ايه عندي في القريه هنا وجنبي هنا وجنبي. لانك الراس الاكبر، انت مرشح لانك انت تكون الكبير، فلازم تحسسني انا كمواطن ان انت شايفني انا. ودي ثقافه سياسيه ليست لها علاقه لا بالمرشح ولا بالناخب، هي مع الوقت هتتكشف الفوارق، وكل واحد يبقى قدام مسؤوليته وهو بيعرض نفسه على اي ناخب في اي انتخابات من المحليات وانت طالع لغايه رئاسه الجمهوريه. هنطلع فاصل ونرجع تاني الحياه اليوم. عدنا الى حضراتكم مره اخرى. عندي خبر ايضا جديد من ضمن المجموعات المختلفه التي ستقوم بمتابعه الانتخابات المصريه الرئاسيه في الايام القادمه. ينضم اليهم الان في بيان صحفي المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه. مبروك يا دكتور صبحي. دكتور صبحي قاعد معايا ولسه طالع البيان دلوقتي ان تم الاتفاق مع الهيئه الوطنيه للانتخابات. يبدا المركز، وأنا أثق في المركز المصري الحقيقة للفكر والدراسات الاستراتيجية، بمتابعة كل لجان الانتخابات، وهيبدأ من يوم 7 اللي هو يوم الخميس القادم، أعتقد يوم 7 هيكون، علشان يتابع الانتخابات، وستواجد أسوة بكل المتابعين. على فكرة عندنا موافقات صدرت لجهات دولية وجمعيات دولية وجمعيات محلية، وانتوا نازلين كمان وبعثات دبلوماسية. في بعثات دبلوماسية؟ طبعا 34 بعثة دبلوماسية. طب خلي حلو جدا، وده يقودني الان الى
ما الذي نتوقعه؟ خلينا ناخد شق المراقبه. انت بتقول لي فيه، قول لي ايه المنظمات المجتمع المدني، عدد كبير من منظمات المجتمع المدني المحليه والاقليميه والدوليه هتتابع الانتخابات. تقريبا هيغطوا كل محافظات مصر في متابعه الانتخابات. النقطه الثانيه انه عدد كبير من الاعلاميين هيتابع الانتخابات وخدوا تصاريح. ده الاعلاميين الخارجيين. عندنا بعض التحالفات، والاول مره عندنا تحالفات من افريقيا وتحالفات من اوروبا جايه تتابع الانتخابات المصريه. احكي لنا شويه، عشان احنا مشغولين بغزه، فاحنا مش واخدين بالنا على هذه التطورات. الهيئه كانت حكيمه منذ اللحظه الاولى بانها الهيئه الوطنيه كل المنظمات الدوليه اللي عندها سمعه طيبه في متابعه الانتخابات، اللي عندها خبره في متابعه الانتخابات، صرحت لها بمتابعه الانتخابات. ده معناها بالضروره انك عندك شفافيه واضحه، وعندك جهاز اداري قادر، وعندك امانه عامه قادره، وعندك قاضي على كل صندوق. فانت يعني تقريبا حزمه الامور الخاصه بالانتخابات مصر غطتها بالكامل. اللوجستيات جاهزه بالكامل. ده كمان مدي مصداقيه انه احنا وزعنا نفسنا على المحافظات كلها. في عندنا بعض المنظمات الحقوقيه اللي عندها 6000 متابع، عندنا بعض المنظمات اللي عندها 500 متابع. احنا النهارده كنا بنعمل تدريبات للمتابعين، عشان نقول للمتابعين، ودي فرصه ان انا اقول الكلام ده، ان المتابع دوت مش معناها ان حط البادج ان هو ليه سلطه. المتابع بيتابع عمليه الانتخابات، لا يمارس سلطه، لا يصرح للاعلام غير الاداره اللجان المركزيه للجان، لا يتدخل في العملية الانتخابية، ما يثبتش في لجنة واحدة، يحترم القائمين على إدارة العملية الانتخابية، لا يمارس أي سلطان. لأن احنا في تجارب سابقة البعض كان بيتصور انه مجرد ما ياخد البادج ان عنده سلطة على القاضي. عشان كده اللجنة بتقول متابعة. يعني وليست رقابة. المنظمات اللي جاية من بره شهادتها وحضورها للانتخابات يدي دلاله قاطعه على شفافيه الانتخابات وعلى مصداقيه الانتخابات. التقينا بعدد كبير منهم، اغلبهم عندهم خبره كويسه. وانت كمان بتقول انك ما فيش على راسك بطحه، ما عندكش حاجه تخفيها، وانا اتصور ان دي ضمانه رئيسيه لنزاهه العمليه الانتخابيه. يبقى نقطه مهمه جدا يا استاذ محمد، وهي مهمتنا في تحفيز المواطنين على التواجد امام اللجان، على التصويت، على المحافظه، على صوته، على احساسه بانه هذا الصوت له قدر وله قيمه ويؤثر في اختيار من يرغب في انه يحكم مصر في المرحله القادمه. انت طبعا بتتكلم في حقوق الانسان، لانك انت ما صدقت الانتخابات وماشيه صح، انت عايز الناس تنزل علشان تثبت هذا الحق، لانه تسجله. حقيقه الامر ده حق مكتسب. حقيقه الامر الانتخابات المره دي تميزت زي ما قالوا الزملاء، ان فيها شفافيه، فيها مصداقيه، فيها حياديه من كافه مؤسسات الدوله، فيها حياديه من اللجنه، اتاحت الفرصه لمنافسين على موقع رئيس الجمهوريه ان يطرحوا برامجهم ورؤاهم وينتقدوا البرامج والرؤى الاخرى. دكتور عبد الله، رؤيتك ايه للايام القادمه وايام الانتخابات؟ طبعا احنا هنكون مع بعض. طبعا احنا موجودين مع بعض. ده طول النهار هنكون انا وانت قاعدين نعلق، انا وانت والدكتور صبحي. طيب خلينا ناكد على امر هام جدا، ان لاول مره في الانتخابات، على الرغم من ان كان في تعدديه سابقه، حتى في انتخابات 2012 كانت كل انتخابات بالعاطفه، اما المره دي احنا بنتحدث عن رؤى وبرامج، حتى ولو كانت في بدايتها لبنه كبيره جدا نقدر نبني عليها في انتخابات لاحقه فيما بعد. الحاجه الثانيه، عشان يبقى في عندي القصه، مش قصه اقول له ايه حق وواجب زي الماده 87 من الدستور، هو كلام منطقي، بس أنا لازم أساعد المواطن على ده. يعني لازم الحكومة تساعد من ناحيتين، أولا من ناحية الموظفين إن في الثلاث أيام يكون في تشجيع على فكرة النزول، ثانيا مخاطبة الحكومة، مش الهيئة الوطنية، مخاطبة الحكومة للقطاع الخاص، لأن أغلب المصريين شغالين في القطاع الخاص، والقطاع الخاص خلي بالك يختلف عن القطاع العام. القطاع الخاص أنت في القطاع العام أنت ممكن تخلص شغلك الساعة 2، في القطاع الخاص ممكن الشغل يمتد. يا فندم منعتي لك 3 ايام. ما هو اسمعني بس يا محمد بيه، يعني انا بكلم حضرتك لخبرات، وانا راجل جاي برضه يعتبر من القطاع الخاص. الشغل في القطاع الخاص ممكن يستمر لسته وسبعه وثمانيه. فانت لازم يحصل مخاطبه من الان للقطاع الخاص ان يا جماعه في الثلاث ايام يبقى في توفير فرص
الموظفين والعاملين في شركات القطاع الخاص ان يقدر يروح البيت ويقدر يروح يلحق، لان احنا عندنا لحد من 9 صباحا ل 9 مساء. فانت لما انت تكون هلكم من الصبح لحد بالليل مش هيبقى حتى قادر ان هو يروح ينتخب. ليه؟ الثلاث ايام، هو الثلاث ايام شغال، الثلاث ايام شغال. انت بتتكلم على ايام ايه يا محمد بيه؟ ركز. الحد، حد واثنين وثلاث ايام شغل. فالامور يجب برضو، عشان زي ما احنا بنقول المصريين في الخارج لازم نبتدي نفكر ان احنا نكتر عدد اللجان. عدد اللجان في العدد من الولايات زي الولايات المتحدة الأمريكية، الدول الكبيرة الحجم، وزي المملكة العربية السعودية وغيرها. نفس الكلام، يجب أن تكون المخاطبة مختلفة للعاملين في القطاع العام والقطاع الخاص من قبل الدولة ومخاطبتهم، عشان أسهل على المواطنين إن هم ينزلوا بكثافة. لا وحزب الكنبة، كل الناس تنزل يعني. وحزب الكنبة دكتور صبحي. طيب انا جمله بسيطه بس على موضوع المركز المصري، وشكرا على التهنئه، انه ده مش حاجه جديده، ده كان طبعًا مقدم ده اسمه معنا اي حاجه، بس عشان ما يفهمش من البيان. لا لا لا، دي حاجه طارئه اسمه يعني. منذ اللحظه لا لا لا، لا هو مقدم وجات له الموافقه، بس احنا اعلنا النهارده بس ان احنا بننضم لكل الناس، انما يعني كله تم طبقا للاجراءات. عارف حضرتك عشان زي الموضوع اللي بدانا بيه هيتقال كلام تاني. يتقال كلام ايه؟ لا 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 لا، ده اسم بمنهج عمرو يعني، اسم المركز موجود معانا ضمن المنظمات منذ اليوم الاول. الثانيه بقى بالنسبه للانتخابات، دكتور عبد الله عفاني وقال احنا بنتكلم على حق وواجب. انا بشوف المره دي الانتخابات دي هي واجب كما لم تكن من قبل واجب، يعني هو طول الوقت في توازن بين الاثنين. احنا بنتكلم المره دي على واجب اكتر حتى من كونه حق. ليه؟ وظني تاني بعول انا على الانتخابات، المصريين خرجوا اكتر انتخابات خرجوا فيها لما بيحصل حاجتين، لما يبقى في استقطاب واضح جدا، يعني في خناقه كبيره جدا زي 12. ايوه، او شيء متعلق بالامن الخاص، خطر على البلد دي حصلت في 14 والاصطفاف الواضح جدا في انتخابات 2014 بصرف النظر عن فيها كم مرشح، انما كان واضح انه في انت داخل خارج من ثوره، في احساس بالخطر، لازم نحط البلد دي تاني على الطريق الصحيح. حصل الاصطفاف ده. المره دي ايضا البلد دي الآن في ظل كل الأجواء المشتعلة والحدود المشتعلة بتتعرض لمخاطر أو مقبلة على تهديدات كبيرة، ما هياش سهلة وتحتاج دعم كل واحد فينا. تصور أن هنا ده يبقى محفز كافي لينا كلنا علشان تبقى الانتخابات دي. وهكمل على كلام الأستاذ عصام قاله، إذا كان ده بيحصل في المصريين بالخارج أيا كانت الأعداد، إنما كان واضح الإقبال موجود، إحنا محتاجين تاني نفس الإقبال ده اللي كان مستعد يروح غزة وعايز يروح غزة ويدعم ويتبرع بالدم ويعمل. الدولة أيضا في هذه اللحظة في حاجة تاني إلى أنه مشهد، وأنا متأكد من ده، أن مشهد حد اتنين تلات يبقى مشهد تاني يعود إلى الأذهان 2014. أشكرك شكرا جزيلا، بشكر حضراتكم جميعا على وجودكم معايا، أستاذ عصام شيحة المحامي بالنقض وعضو مجلس قومي لحقوق الإنسان ورئيس النظام المصري لحقوق الإنسان، والدكتور صبحي عسيلة الخبير بمركز مصر للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور عبد الله المغازي استاذ القانون الدستوري. وبشكر حضراتكم على المتابعه، هنتابع مع حضراتكم اخر ايام انتخابات الرئاسيه 2024 خلال الايام القادمه في الحياه اليوم. نشوفكم بكره على خير باذن الله.